كان الأوان لكشف الحقائق مجردة وفضح أمر من حاول مرارا وتكرارا شق الصفوف وزرع الفتنة برغم التحذيرات والتنبيهات على جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود ومتطوعين عدم الظهور أو التصريح أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات العسكرية. أيضا الحقيقة نحيي كل الشرفاء أبناء مدينة بنغازي، ونحيي مدينة بنغازي التي التفت على جيشها في هذه الملحمة التاريخية، هذه المدينة الثائرة المناضلة التي تعتبر هي مفتاح الوطن. العسكري لا يسمح له بالدخول في الأمور السياسية والخوض فيها، لديه خطوط حمراء. يعني وعاشت ليبيا غالية حبيبة حرة أبية، القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الواجب العسكري لشهداء الوطن. لكل قاعدة شواذ.